سيداتي وسادتي متابعي جريدة المجلة 24 مباشرة من مدينة بنقرير، كما تتشاهدوا السلطات العمومية اللي تتسهر على تدابير أو تطبيق قرار الغلق بعد الساعة 8 ليلا. إغلاق تام للمحلات والدكاكين كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، والسلطة العمومية التي تسهر على تطبيق هذا القرار. كما تشاهدون مشاهدي الكرام تطبيق صارم للتدابير الاحترازية للقرار اللي جاء في رمضان شهر الفضيل. Thank you.
كما تشاهدوا مشاهدي الكرام الان يعني في هذه اللحظه يعني عمال النظافه اللي هاد الناس اللي تلقاهم في جميع الظروف يعني خدامين في اي دك من اجل نظافه المدينه، وهم الان في يعني في الوقت ديال الدوام ديالهم. تحيه لهم من هذا المنبر، هذا من مربع المجله 24. تحيه لهم، تحيه كبيره